ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدينا النهارده المانيا برين. طبعا اللاعبين يعني مش احسن حاجه ولا اوحش حاجه في الوقت. لو حابب تلعب بيهم يبقوا معاك كويسين، مش حابب لا خلاص دي حاجه ترجع لك. ناخد اللاعب الاولاني نيمانيا ماتش. طبعا اللاعب مدافع صلة يعني دفاعه حلو خالص 93، بس عنده مشكله هقولها لك في الفيديو. هناخد اول تحدي معاه 11 لاعب رمزي. تكلفة التحدي ده 3000 كوين وادع سعر اللاعب، كل لاعب بسعره فوق منه. ده بالنسبة لأول تحدي. ناخد تاني تحدي مع بعض. هو يا شباب هو لاعب يعني إلى حد ما كويس، مش عايز أقول لك وحش أوي ولا حاجة. ده تحدي تاني عايز 11 لاعب نادي الفضي، يعني مش صعب بس ممكن يكون عندك في النادي 6000 كوين تقدر تجيب بيهم التحدي ده. لو مش عندك في النادي تجيب الأسعار بتاعت دي أرخص لاعبين تقدر تجيب. مش موجودين اللاعبين دي عندك في النادي، في منهم شوية وثلاثة أو مثلا أربعة أو معظمهم، براحتك في التشكيلة وخلاص. التحدي اللي بعد كده هيكلف 9000 كوين، والتحدي زي ما انت قلتلك قدامك رخيص وسهل وبسيط. هو تحدي مش مكلف أوي بس اللاعب يعني لحد ما مش قد كده، وهقول لك ليه. عشان اللاعب نفسه عنده مشكلة في السرعة. ايه اسطورة الدوري؟ طبعا التحدي ده هيكلف تقريبا 104000 كوين، يعني ده يعتبر من التحديات الغالية في التحدي ده، بس هو يعني اللاعب يستاهل او مستاهلش يعني ده هنقيمه في الاخر، لان في تريكات في اللاعب ده. لو انت بتلعب بجيل قديم او جديد دي فيها تفرق كتير جدا معاك في اللعب. التشكيلة بعد كده 86 ريت مكلف 150000 كوين، وهذه أسعار اللاعبين، كل لاعب بسعره، كل لاعب فوق منه السعر بتاعه. لو انت حابب تجيب اللاعب حاول تجيب اللاعبين بمزايدات عشان ما يزيدش معاك التحدي ده. كل فيديو او كل يعني تريك انا بقول لك عليها عشان دي مهمة جدا. لو انت مش حابب عايز تجرب لاعب، في لاعب اللي هو 90 برضو فيريتش 5 مباريات، هات وجربه نفها معاك يعني خلاص، ما نفعش معاك والله يعني انت حاجه ترجع. التحدي ده تقريبا 5 مباريات دول مش غالي قوي، تقدر تجيبه ب 5000 كوين. وجرب اللعب ظبط معاك هات اللعب اعمل التحدي وخلاص، ما ظبطش ايه خلاص انت ما خسرتش حاجه. هم 5000 كوين حتى ممكن يكون موجودين معاك في النادي ويريح معاك في التحدي لو حابب تعمل التحدي ده وتغامر. التحدي التاني طبعا هو جناح انجليزي كويس ايكون. طبعا عايز اول تحدي 11 لاعب برونزي تقريبا هيكلف 3000 كوين، وادي اسعار اللاعبين، كل لاعب بسعره، لاعبين مش غاليين، والتحدي يعني برضو مش عايز اقول لك ان هو مش احسن حاجه بس لاعب يعني مش قد كده برضو. في الجناح ده يعني او في المركز ده في كتير جدا احسن منه. ده بالنسبة للاعب. هقول لك برضه تقييمات اللاعب في الآخر وإيه العيوب وإيه المميزات عشان تقدر تعمل اللاعب أو متعملوش. هناخد التحدي التاني عايز 11 لاعب فضي يكلف 5000 كوين، وادي أسعار اللاعبين، كل لاعب بسعره، حاول تجيب اللاعبين بمزادات عشان ما يزيدش معاك التحدي. أنا دلوقتي عملت معظم اللاعبين أو معظم التحديات. هو فعلا اللاعب يستاهل؟ هقول لك يستاهل ولا مستاهلش لو جربت الـ5 مباريات بتاعت اللاعب اللي هو زي ما قلت لك بيدي لك 5 مباريات تقدر تلعب بيهم كويس خلاص كمل، مش كويس خلاص. التحدي التالت هيكلف 58000 كوين، وادي اسعار اللاعبين، كل لاعب بسعره، يعني هو لاعب ايكون بس مش ما يعني مش معروف قوي، يعني مش عارف فيفا بتعمل فينا كده ايه. التحدي بعد كده هيكلف 95000 كوين، وادي اسعار اللاعبين، يعني هو تحدي لو جينا في السوق شفت السعر بتاعه قريب قوي من سعر التحدي لو حابب تجيبه من السوق مباشر. فدي مشكله في اللاعب ان هو سعر التحدي قريب من سعره. طب خلاص ما راح اجيب اللاعب نفسه خلاص راح دماغي هجربه ومش عجبني ابيعه. ده بالنسبه للتحدي الرابع. تعال نشوف بقى لو انت مثلا مش حابب تعمل تحدي جرب اللاعب اللي هو 5 مباريات هيكلف 3000 كوين، جربه هيظبط معاك ماشي، ما ظبطش خلاص ما يعني عشان مش تخسر يعني كوينات او تخسر لعيبه عندك في النادي ورايح الكلام. مميزات اللاعب ده بيقطع كرات حلو، يعني طول اللعب، تمركز دفاع كويس،
عيوبه بس السرعة، ودي مشكلة في اللعب صراحة، يعني صعبة جدا في الدفاع لأن احنا بنلعب مدافعين سرعة. برندا سرعة وتمركز إنهاء كويسين، عيوبه قدم ضعيفة 3. السلام عليكم.